في الساعة الأولى سيف الدين الجزيري اللاعب السابق للنادي الإفريقي واللاعب الحالي للنادي المقاول للعرب العودة. رحب بك من جديد سيف. حكينا في الساعة النص ساعة الأولى سيف على اللي فات، نحكي تو في النص ساعة الثانية على اللي جاي. مستقبلك سيف تو مازال كنت تعتوه كيفاش بالضبط؟ والله مازلت تو على ذمة نادي المقاولين، مازال عندي 2 سنين وان شاء الله بقدرة ربي فما كان الخير بقدرة ربي. عندك مازال عندك عامين في عقدك؟ اي فبداو فما العروض، خاصة انك كما كنا نحكيو قبيلك تألقت السنة بصفة خاصة. والله صحيح ان شاء الله حبيت الشامبيونات تكمل ان شاء الله، نشوفوا توا شنو يمشي يقرروا اسكو باش تكمل ولا، والعروض فما معناها ونستناو باش ندرسوها باش نحكي فيها. منين فما مثلا؟ والله بور لو مومون معناها خليها كيكه حتى لين ربي يسهل فيها. قربنا شويه على الاقل من مصر، من الخليج، من تونس، قربنا شويه البلدان على الاقل. ماني قلت لك والله خليها هيك ان شاء الله ربي يسهل فيها ان شاء الله. على الاقل انت تخمم في الخروج، تخمم باش تكمل توجهاتك شنو؟ مش نقول لك معناها كي تبدا حاجه معناها باش نستفاد انا باش تستفاد الكلوب نتاعي، علاش ليه؟ اهلي زمالك فما حاجه هكا ولا؟ انا ما كلمونيش الحقيقه. ممكن الكلوب فما كونتاكت مع الكلوب اي، اما انا ما الحقيقه مازال ما كلمونيش. جمعيات كبار في تونس؟ لا. في وقت من الاوقات هذه كلموك لي توال؟ اي عمناه ولا اي شنو صار؟ علاش ما مشيتش؟ ما كملتش الامور، ما كملتش. اي علاش؟ ما نعرفش، وقفت النيغوسياسيون. ما تفهمتوش فلوس شنو؟ لا 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 وقفت. كلموك وبعد وقت فهمت؟ بعد وقفت الدنيا. باهي، أكثر سؤال قاعد يتعاود، الكلوب، تخمم ترجع للكلوب؟ نخمم نرجع للكلوب، علاش ليه؟ الكلوب جامعتي وتو الكلوب مستحق أولادها، علاش ليه معناها جامعتي وكان ما نقفش معاها تو وقت باش رغم عطاتني برشا وهي اللي طلعتني وكل شيء. رغم الظلم اللي كنت تحكي عليه قبل وإنك كنت تستحق تلعب وما لعبتش، ما زلت ديما تحب تلعب في الكلوب؟ إي بالطبيعة. شكون ما يحبش يلعب في الكلوب؟ ما تخافش يتعاود ونفس الحكاية هذوكم؟ لا ما خافش. اليوم تشوف عندك بلاصة في الكلوب؟ والله مش أنا نحكيها الحكاية. إي أنت شنو رأيك؟ تنجم تعاون؟ نعاون جمعيتي، يعني قلت لك نعاونها باللي نقدر. صار كونتاكت بعد ما خرجت ولا لا؟ الحقيقة وقت اللي خرجت من طنطا صار كونتاكت، من بعدك هاو. شكون اللي كلمك؟ وقتها تحكي لنا انا وسي عبد السلام. اي علاش ما تمتش الحكاية؟ وقتها الانترنور ما قال لي انا كنت نجيبك ودرا شنيا ودرا شنيا، اما راني تو انا مانيش انا اللي ناخذ ديسيزيون راه الانترنور. وقتها ريجا كان هذاك هو وحيدوسي. ما حبش عليك فهمت. عندك مشكلة معاه ولا؟ ما عنديش مشكلة مع حد والله، ما عندي مشكلة مع حد. معناتها جوست ما حبش عليك وكاهو. مش ما حبش عليا، ما قال لي انا مش انا اللي ناخذ ديسيزيون، مش انا اللي نجيب جوارات. بعد ما كلمني هذا عبد السلامة. وسوفيا الحيوسي كان لهنا بحظية في حصة من الحصص وقال مش انا نجيب جوارات، قال جبت كان دراجة يعني. ماش والله هكا، والله هكا بفمه قال. باهي سيف، التوانسة معناتها انت في تونس قابل تلعب في أي جمعية، ما عندكش مشكلة. الاسبيرونس ليتوال ما عندكش مشكلة. شنو هكا تو؟ والله شنو نقول لك؟ ما نجمش نجاوب. جوكير نعطيو تعداو سؤال. شنو جوكم التوانسة غادي تقابلوا ولا؟ نتقابل انا ورفيق، انا وحمدي كنا انا ورفيق. رفيق كاب. قراب لك ولا كيفاش؟ اي قريب لي رفيق، اما الولاد الاخرين بعاد. فرجاني بعيد وعلي بعيد. اما تحكيه ولا في الماتشوات؟ فماش ديكوليس صار في الماتشوات مع التوانسة؟ كيفاش؟ ما حاجات صاروا هكا في الماتشوات كونتر التوانسة؟ ليه نورمال. خاطر فما خرج كلام على حكايه مع حمدي، صارت كلمه مناوشه بينك وبين حمدي انك ما تسمعش مع الزمالك. تناوشوا حتى في الشارع، انا نخرج انا وياه قهوه نتناوشوا. شنو صار وقتها؟ تلاكشنا وقتها، مش تلاكشنا نحكي ونورمال، هما ما نحكي ونحنا وبصوتنا عالي، هما يقول لك مناوشة وما صار حتى شيء.
شنو يا سيف تفاش في الماتش تلموا الملاعبيه منه ايه هذيك مش هو انا وقتها انا خذيت ورقه حمراء في الاخر ومتاع بن شرقي هذيك مش متاعها مع حمدي هذيك باش نحكي عليه شنو صار مع حمدي وقت ما صار شيء شو قتلون انا قلت له يا حمدي سايب علينا وقال لي شنو سيف درشني كهو والله فيت غاز خاطر فما شفت شكون كتب سالته على ظهر والحكايه نتاع حسين الشحات ليه هكا تو بالحق ليه يتصلي على النبي يا مصحاب برشا انت وحمدي صحاب اي صحاب حمدي انسان معناها متربي برشا وعاقل برشا والله محلي على الاخر قسما بالله معناها حتى ممكن يسمع فيا توا اللي وقفوا ولا اللي صارت معاه المشكله قسما بالله حمدي عز الناس والله ذكروا لي حمدي نجاز تم ايقافه منذ يومين تقريبا ربي فك عندك فكرة على الحكايه والله معناها مناوشات هو والواحد هو عون أمن ما عادش كلمت شكون قريب له حد دار ومسألت على الحكاية قريب شي تفض ما عندك شي فكرة لا والله الحقيقة ما عنديش أما إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله ربي معاه وربي فك كسره خاطر الفريق ما يحبه حتى حد سيرتو حتى واحد وسيرتو في رمضان صحيح طاوة الجامعة كلفة دوز محامين أمين موج وحامد المغرب إن شاء الله باش ينضموا المحامين اللي قاعدين دافعوا على حمدي إن شاء الله على قريب يكون يخرج حمدي النجاز ويفك أسره إن شاء الله إن شاء الله ربي معك حكيت على بن شحكي متاع بن شرقي كيف شنو صار في هذيك نشري بالكورة وجبدني من تالي وجبدني من تالي هكا وضربني معناها ما أنا ما طحتش أخي عملت هكا ما رفقي شي في عين إيه أنا خذيت ورقة حمراء أنا مش بلعاني معني حركة لا إرادية معني كي ما نقول وانت بنيت بلعاني مش بلعاني لا والله لا معني مش نضربه في 90 دقيقة رأي ذيك نحكي لك في 90 لا الأربيت رعطاني ورقة حمراء وهو ما نعرش عطي سكو عطاه ولا وقت ما نعرش أنا خرجت وهو الأربيت رزغفر وفي الماتش خلطت على يجي شنو صار في التونيل ذا؟ اي تعرضوا له تعرض له كابتن عماد ومعناه ستاف متاعنا تعرض معناتها ما وصلكش لا لا ما وصليش فهمت ومن بعد ما صار حتى شيء وفهم اللي انا مانيش بالعاني وفات الحكايه ما حكيتوش بعد ولا حاجه لا بعد ما حكيناش بعد ما عملتش فهمت باهي نحكي شوية على المنتخب سيف عندك طموحات المنتخب؟ اكيد اي جوار معناه عنده طموحات المنتخب انت ظل منذ الكبيت تدربت عنده في الاواسط ولا لا تدربت عند سعاد السليم شهاب الليلي نتفكر شهاب الليلي ومن بعده سعاد السليم اي صار شي كونتاكت فما شكون كلمك مستاف تكنيك حاجه هكا بريود الاخرى ممكن فما شويه كلام اما كهو بعد الكورونا جات الكورونا كهو اش معناها شويه كلام اخدم على روحك راهو معناها باش تجيك فرصتك ودرشنيه واخدم شكون كلمك برشا ناس من مستاف معناها فهمت ايه مستاف ليه الحقيقه ايه شكون مثلا نجموش نعرف ياسر مشحاح في المعلومات ليه والله ليه مش مشحاح المعلومات اللي عندي قاعد نسربي فيها ايه شكون مكلمك قلت شنو ما تعرفش ما تحبش تقول شكون كلمك ناس كلموني تعب سيف شيحت لي ريك ليه والله لي بيه نحكي شوية انت تعرف منيح الزمالك سيف العبر يهدون برشا مرات سجلت الزمالك سجلت الاهلي في البطولة المصرية نحب نسألك ماتش ترجي والزمالك التلافة شنو عمل الفرق في المقابلات للزمالك الاهلي الماتش الزمالك لعبت عرفت كيفاش تلعب ماتشو الزمالك عرفت كيفاش تلعب ماتشو فهمت ديما هما يلعبوا ديفونس معناها يلعبوا على الكونتر اتاك معناها سيرتو مع جمعيه الكبار اللي اقوى منها يلعبوا ديفونس يلعبوا على الكونتر اتاك فهمتني معناها هما نجحوا في الثلاثه ماتشات هكا تعتبر الاسبيرونس اقوى معناها من الزمالك الاسبيرونس وقت اقوى اما الزمالك عرفوا يربحوا ماتشات وانت كنت شجعت وقت جوكر برشا خويا الجوكر بتاعك اه ما بالي انت نجيبك عليه بحكم انا تونسي معناه باش نشجع فرقه تونسيه تلعب في تشامبيونز ليج وتلعب فينال كاف معناه باش نشجع معناه باش نحب الترجي تربح صحيح اما وبحكم انا في مصر غادي فهمتني خاطر يشدوني غادي من بعد راه ما عندك حتى فكر كيفاه وبحكم اللي عندنا معناه جوارات معانا تحبوا الزمالك معناه باش يشدوني انا فهمت معناه نورمال معناه فهمت
على عادي. فهمت. يوقفوك عبيت في 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 الشارع غادي يسألوك مثلاً، فمش حاجة تفكرهم قالوك في مخك ترفع سارة ولا حاجة مع جمهور من المقاولون ولا الزمالك ولا الأهلي ولا بهين بهين يعني، حتى تخرج يتصوروا معاك ويشربوا قهوة، ينقعدوا نشربوا قهوة يدري شنو بهين على الأقل يستدعوا. أي ما يقولك يجينا الزمالك يجي يقول الأهلي يقول يقول نتمنىك في الأهلي ولا نتمنىك في الزمالك ولا أما عندهم الكلام باللغة. باه نبداو الروبريك نتاعنا، والروبريك في الحصة نتاعنا هي لوكويز. لوكويز باه الجواكر نتاعك الكل استعملتهم؟ لا مازالي واحد. لا لا جاوبتها هو عندك عندك حق في في واحد في زوز في واحد زيدني واحد في باليش باه ما تخممش برشا خويا جاوبني في سعفيس وفي كلمة معناها. باه شكون أحسن لاعب تونسي تو؟ وهبي وهبي الخازر. وهبي الخازر أحسن لاعب في تاريخ تونس بالنسبة لي أنا نقولوا اللي خلط عليهم اللي خلط عليهم معناها اللي خلط عليهم إيه رضي جعادي. رضي جعادي لاعب تشوفه قادر ينجح في في أوروبا، في لاعب تونسي بطولة تونسية قادر ينجح في أوروبا؟ والله برش مثلا واحد سميل فما واحد فما البيفو نتاع الكلوب خير قصه اي ما لعبش برشا باش تحكم عليه سيف اي ولا حاجه زين يلعب حاجه به عنده عنده باجاج به فهمت. شكون اقرب لاعب ليك فين في تونس برش اي واحد برشا برشا ولا برش اي به اعطيني واحد بالبرش فما فما بلال بلال عيسى فما صابر خليفة فما زهير ثوادي فما هيثم الجويني فما برشا قلت لك. مدافع تقرا له حساب كاسح يخوفك يضرب ولا ما عرفش؟ لا لا نقرا حساب الروح كي نبدا نبدا نفورم ولا كي نبدا في فورم معنا ما فما حتى مدافع هكا يقلقك؟ اي يقلقوا هما الكل اما كي تبدا نفورم إيه سميد اصعب واحد فيهم اكسح واحد فيهم الديفونسور اللي لعبت له نتاع شو اسمه نتاع تو يلعب في سموح كوفي كوفي كان في الزمالك كان في الزمالك اي نعرف بليل في الانترينمون فتصير حرب بيناتكم ولا تصير تصير حرب اما ديما ساعات نلعبوا مع بعض فهمت. بي شكون اقوى ملاعب فيزيكمون؟ وسام الحدادي. ملاعب كركا في الانترينمون نحكي برشا 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 ما تقوليش برشا اعطيني اسم معني اللي خلطت عليهم انا معناها ترنت وجدي المشرقي. وين هو وجدي يا سيف؟ وجدي ما عندك بي كونتاكت لا لا ولا ما عادش ما عادش خاطر برشا كانوا يتوقعوا باش يعمل مسيره كبيره برشا عمل لي عامين مع الكلوب وبعد اختفى كل جا. ما عندكش ما عندكش فكره؟ ما عنديش والله ما عندي حتى معلومه علي. شكون اكثر لاعب عنده معجبات؟ بناء ما غازي ممكن غازي العيادي نتاع الكلوب غازي العيادي. شكون احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي كل باهين الحقيقه والله كل باهين ما تخلي ما تحطنيش في ما تحطنيش ما فماش واحد الاحسن والله كلهم باهين اما انا معناها فما انترونور معناها وقف معايا وكل شيء معناها وجه له تحيه سمير كانزاري في المنتخب الاوسط ولا الاولمبي وقف معايا كيفاش شنو عمل معك؟ وقف معايا على الاخ بالكلمه بكل شيء يحكي لنا شنو عمل تفاصيل والله كل شيء قسما بالله وقف معايا من جميع النواحي حتى كي يبدا ما عنديش فلوس يمد لي فلوس من الاخ جبت على فلوس اول صلاه خذيتها قداش؟ 450 دينار واخر صلاه 450 دينار هذي صدقت. ماتش قاعد في بالك ما تنساش؟ ماتش ممكن ماتش بي اس جي بونتو ما تنساش؟ ديربي 3-2 خسر بونتو مزيان ملكيتو احلى بونتو سجلتو فينال كوباراب كونتر سعودي كيفاش بونتو الجول عملت بريسينج على الجول عمل كنترول في باله بش سايه معناها
هبط له تاكل وماركيت ب بونتو. تمنيت لو كان انت كنت سجلته. تمنيت لو انا سجلته. بونتو عماد المنياوي واحد بليش كونتر اسبيرانس ديربي ديربي يعني. اقرب جمعية ليك في تونس بعد الكلوب؟ الكلوب بعد الكلوب جيبس. حاجة فيك ما تعجبكش؟ ما نتكلمش ناي ديجاك متعبني. ما نتكلمش برش. شكون احسن لاعب في العالم بالنسبة لي انا؟ رونالدو بيعجبني يعني فهمتني. فما ميسي وفما رونالدو. ما عجبني رونالدو. احسن مدرب في العالم؟ غوارديول. شكون القدوة متاعك؟ ديما نتفرج فيه وديما نتابع فيه ديدي دروغبا. انت جاي في صنيخ ها وتقول زعما شنو باش تسألني؟ لا جملة والله لا كانت هذه لوكويز باهي. لوكويز سايف ربريكا ثانية في الحصة متاعنا ليكيب تيب. ليكيب تيب باش تسمي لي تحط روحك قلب وجو وتعمل لي لعبت انت في الكلوب في حملم في جابس بن قردين في طنطا في المقاولين العرب وفي المنتخب اواسط ومنتخبات شباب الكل. تحطي انت قلب هجوم وتعملي تشكيله الباقي. ليه ما نحطش روحها؟ تحب تحط واحد اخر؟ اي نعم. ميسيل شباب اعطيني نبداو بالجول. اي بالجول معناها يعني اللي لعبت معهم الكل. اي ما لعبت معاهم معناها مو ضدهم لعبت معاهم في نفس الجماعه. اي سمي لي عاوني عاد انت باش انا ونعرف باش كل لعبت لعبت برشا خاص. شكون احسن جارديان لعبت معاه معناها؟ احسن جارديان والله لعبت مع برشا جارديانين. اي نعرف هذوما سبع جمعيات دونك كل وحده كان كل وحده جارديان. انا لعبت مع برشا سمي لي واحد. نحط نتاع المقاولين تاع شو اسمه ابو سعود. باه على اليمين شكون نحطو؟ على اليمين نحط حمزه العكري. على اليسار وسام الحدادي. في الاكس بلال و وسمير نتاعنا نتاع المقاولين. باه في الوسط شنو اسمه سمير؟ محمد سمير. باهي في الوسط فلوست عن وسام يحيى أليكسيس وأحمد ميد. أحمد ميد ثلاثة بيفوية هذو. اي نلعبهم ثلاثة باهي. رحم عليك. قدام القدام نحط اون بوينت نحط هيثم جويني وعلى اليمين نحط دريس المحيرسي ونحط زياد العونالي نتاع ليكيب ناسيونال اولمبيك. دونك كانت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب باهي بسمي لك ثلاثة ملاعبية سيف صحاب انت وياهم كل واحد تعطيني حاجة عشتها معاها قعدت في بالك. بلال عيفة يقلق نتعارك انا وياه. كيفاش هذا؟ يقلق نتعارك انا وياه يجيني البيت يدق عليا يبدا قلق يقول لي هيا نتعاركوا هكا لا يا ولدي اختاني يا ولدي بعدني. شكون اكسح؟ هو حمدي النجاز. حمدي والله متربي برشا حمدي ومحلي علق. فماش حاجه قعدت في بالك معاها؟ لا باهي حمدي ما مسار قهوه في مصر قاعده حاجه ديما نعمل قهوه انا وياه ما قعدت قعدت حاجات باهية بينتي. فماش تلفا صارت غادي في القهاوي هذوما ولا لا؟ باهي هيثم جوين. هيثم في ليكيب ناسيونال كسوا يلعب هو ولا نلعب انا معناها ما فما حتى مشكل وفما حتى قلق. رغم نعرف الريفاليتي بين الكلوب والاسبيرونس. صحيح. يلعب هو ولا انا ما فما حتى مشكل. ما كانوش نفس البروفيل انتم. اي. هو معناه يلعب بظهره احسن مني وانت تطلب في الاسباس.
يعطيك الصحة صيف الجزيرة. عايش. مرحبا بيك شرفتنا اليوم. عايشك عشان. عرفت لو كان تحب في الأخر تضيف حاجة ولا تقول حاجة الجمهور الكلوب المقاولون اللي تحب يسمعوا فينا المقاولون. إن شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل، إن شاء الله يا ربي معناه يرفع علينا البلاي هذا، وإن شاء الله تونس وشعوب الكل بخير إن شاء الله. ديك صح سيف، مرحبا بيك. دونك نستقبلوا في الساعة الثانية من الربع حتى الخمسة لاعب النجم الساحلي بعد شوية محمد المثاني.